بعد عام واحد من الثورة في السودان، الثورة الشعبية اللي أطاحت بنظام الرئيس السابق المخلوع عمر حسن البشير. هذه الثورة واللي كانت بدأت في البداية تقدر تقول بسبب الملف الاقتصادي والحياة الاقتصادية الصعبة اللي بيعيشها أهل السودان خلال السنوات الماضية، تحديات كبيرة بتواجه حكومة عبد الله حمدوك، الحكومة الائتلافية المتفق عليها من معظم القوى في السودان، حكومة عبد الله حمدوك. لكن من أهم هذه الملفات زي ما قلنا الملف الاقتصادي، في الوقت اللي وصل فيه العجز والتضخم في الموازنة العامة في السودان إلى أعلى درجات، عشان تحتل دولة السودان المركز الثاني عالميا من حيث أعلى معدلات التضخم حول العالم في 2019 بعد فنزويلا اللي كان معدل التضخم فيها 10 ملايين%، أما في السودان فكان معدل التضخم 56.2%. الحكومة، حكومة حمدوك، قدام تحدي خطير هو ميزانية 2020 أو ميزانية 2020 واللي تم إقرارها أو تم إعلانها في مؤتمر صحفي أول أمس الجمعة، مؤتمر صحفي حمل مجموعة من الأخبار السعيدة. أخبار السعيدة كانت الإبقاء على المجانية التامة لملفي التعليم والصحة، لكن كان هناك خبر حزين أحزن ربوع وأحزن الجماهير وأحزن كل أهل السودان. خلينا نسمع ماذا أحزن السودان وأهل السودان في ميزانية 2020. نتابع. أما المحروقات الأخرى، البنزين والجازولين، فيكون هناك رفع متدرج يراعي الاعتبارات التي ذكرتها. إذن على حد تعبير المتحدث باسم الوزارة وكذلك وزير المالية السوداني أنه سيتم رفع الدعم تدريجيا عن المحروقات في السودان فقط من أجل، أو على حد تعبيره، من أجل الإبقاء على معدل التضخم في الموازنة. بالمناسبة أحد أسباب القيام ضد عمر حسن البشير قبل عام وكذلك قبل عوام، الثورات التي اندلعت قبل عوام كانت بسبب نية عمر حسن البشير رفع الدعم عن المحروقات. ليتم تداول هذا الكاريكاتير على مواقع التواصل الاجتماعي في السودان. الشاب بيسأل الحكومة برنامجكم الاقتصادي شنو؟ فبيكون رد الحكومة ما عندنا برنامج، لكن لقينا الوصفة دي في جيب بشة أو عمر حسن البشير، على كما يشاع وكما يقال عليه في السودان، ليتصدر هاشتاج إلغاء الدعم مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، وكذلك هذه الصورة التي تم نشرها على أحد المواقع السودانية وهي تقارن ما بين الأسعار، سعر الوقود الذي يتراوح خلال الشهور اللي فاتت ما بين أو حوالي 8 جنيه، سعر الزيت 120 جنيه لتر الزيت، سعره 120 جنيه في الوقت اللي الوقود المدعوم في السودان 8 جنيه، إزازة الحليب 55 جنيه وإزازة المية 20 جنيه. جدير بالذكر أن خلال الأيام اللي فاتت وصل سعر الدولار الأمريكي ما يعادل 92 جنيه سوداني. جدير على مواقع التواصل الاجتماعي البعض موافق على إلغاء دعم البنزين والمحروقات بحجة أن المستفيد الوحيد هي الطبقة العليا وطبقة الأغنياء، البعض الآخر رافض هذا القرار لأنه بالنهاية سيصيب المواطنين وسوف تزداد الأسعار أكثر مما هي عليه. أحمد بيقول مجلس الوزراء يجيز ميزانية 2020 برفع الدعم التدريجي عن البنزين والجازولين ويقر مجانية الصحة ومجانية التعليم الأساسي، خطوة في الاتجاه الصحيح، الصحة والتعليم أولى من دعم الجاز والبنزين الذي لم يستفيد منه الشعب السوداني واستفاد المهربون ودول الجوار. هاني بيقول رفع الدعم ما بيحل المشكلة، الحل في الانتاج، وللأسف ما شفنا أي خطط للانتاج. وهاشتاج ميزانية 2020. برازيلي بيقول للناس اللي بتسأل ليه رفع الدعم، لأنه البنزين والجازولين والغاز بيتباع سوق سودا، والمواطن البسيط أحسن ينتفع بيها في التعليم والصحة زي ما هم هيكونوا مجانا. إحنا لازم نكون إنه دعم المحروقات كان في حق، أو لازم نعرف أن دعم المحروقات كان في حق ناس محدودة اللي هم الحرامية والمنتفعين، على حد تعبير برازيلي. آدم التوم بحر بيقول حكومة حمدوك في
في طريقها لرفع الدعم عن المحروقات لسد العجز وتغطية سوءاتها. للتذكير، أول شرارة للثورة في عام 2013 كانت بسبب رغبة الحكومة في رفع الدعم عن المحروقات. طيب خلف الله بيقول رفع الدعم عن المحروقات في بلد زي السودان يعني اغتيال بطيء للمواطن في بلد سعر الدولار فيها وصل لتسعين جنيه. رفع الرواتب بالجنيه لم تكفي، جالونين بنزين، ارتفاع أسعار المحروقات يعني انفجار السوق الملتهب أصلا. دجيري بيقول رفع الدعم التدريجي عن الوقود خاصة الجازولين بيترتب عليه زيادات أخرى على كاهل المواطن زي الصناعة والزراعة والمواصلات والترحيل، وكلها تعتمد بشكل أساسي في تشغيلها على الوقود اللي هو الجاز. وما زال هذه الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، البعض يطالب في المضي قدما في عملية إلغاء دعم الوقود، البعض أيضا يرى أن هذه المشكلة ستصيب المواطن وأن من يدفع تمن هذا الخطوة أو هذه الخطوة تمن رفع الدعم هو المواطن البسيط. فيما اجتمعت أمس قوى الحرية والتغيير مع مجلس الوزراء وبعض الوزراء وعلى رأسهم رئيس المالية ليخرج بيان مساء أمس عن قوى الحرية والتغيير بالاتفاق على إرجاء عملية رفع الدعم حتى مارس المقبل، وسيتم عقد مؤتمر اقتصادي سيتقرر بعده ما سيتم فعله في الملف الاقتصادي في البلاد.